حدث رياضي كبير وهام لعشاق الكرة تحتضنه دولة الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة بإذن الله، وتحديدا يوم الجمعة الموافق 18 من شهر نوفمبر الجاري، بإقامة مباراة كرة قدم، مباراة دولية ودية بين منتخبي مصر وبلجيكا. يا غادر، أكيد يحياهم الله في الكويت. للحديث أكثر عن تفاصيل هذا الحدث الرياضي الكبير والمميز، يسرنا أن نستضيف السيد مؤيد الشهاب رئيس اللجنة المنظمة لمباراة مصر وبلجيكا. يا حياك الله والساعة المباركة. الله يحييك قادة، شكرا أول شيء على الاستضافة. حياك الله. ومع أخوي أبو يوسف، وطبعا كذلك أشكر تلفزيون الكويت على رأس معالي الوزير العزيز الأخ عبد الرحمن المطيري على اهتمامه صراحة في هذا الحدث، وإن شاء الله راح نتكلم أكثر على حدث مهم جدا. صباحك الله بالخير أول شيء. صباحك الله بالنور. وعشاق الكرة على موعد يعني مهم جدا في يوم الجمعة إن شاء الله لحدث كبير، حدث رياضي كروي تحديدا ما بين المنتخبين لهم قيمة كبيرة جدا في العالم الرياضي وتحديدا كرة القدم مصر وبلجيكا. أسئلة كثيرة تطرح في يعني أو تسأل طبيعي هذا السؤال، مصر وبلجيكا وبالكويت وشو العلاقة وشو الموضوع؟ والله في البداية يعني الكل عارف أن منتخب بلجيكا مصنف رقم 2 عالميا ويملك نجوم كبار فعلا. وطبعا راح يخوض غمار نهائيات كأس العالم في دولة قطر الشقيقة، اللي صراحة يعني فخر لنا احنا كدولة شقيقة وتنظم حدث كبير عالمي بهذا المستوى. نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والنجاح ان شاء الله. فطبعا كانت الخطة موجودة من قبل 6 شهور. عادة المنتخبات اللي تشارك في كأس العالم تحاول أن تعسكر حوالين البلد اللي في المنظمة، فاختار يعني احنا قدرنا اقنعناهم ان يجون الكويت، كان الاجواء متقاربة، احنا دول خليج المناخ الجوي متقارب. فطبعا تم الاتفاق مع منتخب بلجيكا، وبعدين الجهاز الفني اللي منتخب بلجيكا حب يعني انه يعني يقابل منتخب من احدى المجموعات، لانه هو يقع في مجموعه يقع فيها المنتخب المغربي الشقيق. المغربي صحيح. فطبعا عاده هذه متعارف عليها في كره القدم، تختار فريق مغارب يكون مستوى من الفرق اللي مشارك معك في المجموعه، مستوى الرياضي نعم، والفني طبعا والبديل وطريقه اللعب مثل احنا دول الخليج كرتنا مشابهه تقريبا، مستوى متقاربه، كل شيء متشابه فيه. اي اكيد، خليجنا واحد واحد الله يحفظ اهل الخليج. فتم اختاروا مصر، منتخب مصر. إيه. طبعا منتخب مصر منتخب عريق وصاحب بطولات وصولات وجولات، وكان بطل افريقيا، وكان قاب قوسين وعدنا انه يتاهل لكاس العالم بس ما حالف الحظ، يعني خسر الركلات الترجيحيه، ويملك طبعا نجوم كبار على راسهم الكابتن الكبير نجم ليفربول محمد صلاح معشوق الجماهير صراحه. يعني هذا يومين ما نمت بسبب محمد صلاح الله يعطيه الصحه والعافيه. وطبعا وكذلك نجوم كبار محمد النني وتريزيجي، فهذين كلهم يلعبون الدوري الاوروبي، فاتوقع يعني يا فهم اختيارهم كان فعلا صحيح منتخب بلجيكا، والحمد لله قدرنا نقنع منتخب مصر ان شاء الله انه يلعب هذه المباراه. مع العلم يعني والمشاهدين هذه مباراه ليست استعراضيه، هذه مباراة دولية ودية رسمية مصنفة لدى الفيفا وفيها تصنيف يعني عالمي. وكذلك بالنسبة لمنتخب بلجيكا مهمة، لأن هذه يعتبر عندهم البروبة النهائية قبل خوض قمار نهائيات كأس العالم. فأكيد بلجيكا راح يلعب بالتشكيلة الأساسية، وبلجيكا مرشح أنه ممكن يفوز في كأس العالم يعني، يعني من المرشحين نعم، لأنه ترتيبة ثانية على مستوى العالم. يعني الحمد لله احنا كدولة الكويت يعني قدرنا نستقطب هالمنتخبين، وهذا حدث بالنسبة لنا يعني حدث كبير مهم جدا. نعم. وأنا شفت تفاعل واهتمام المسؤولين على مستوى الدولة يعني والكل منتظر هذا الحدث، بقى إن شاء الله ننجح ونشوف الجماهير إن شاء الله. وإحنا لها دائما في الكويت يعني الساحرة المستديرة لها وضع في الكويت. نعم. والناس تحبها، وخاصة في نجوم كبار راح يكونون في الكويت يوم الجمعة ويتبارون على هذه خلنا نقول النتائج الودية ما في ما بينهم. فخلنا نتكلم عن استعدادات دولة الكويت لاستقبال هذه المباراة ما بين خلنا نقول منتخبين كبيرين لهم وضعهم ولهم ثقلهم مثل ما قلت حضرتك. فبالتالي خلنا نعرف هذه الاستعدادات ونعرف أنهم جايين بكامل نجومهم ولا في أحد ناقص منهم. لا، الفريقين مكتملين. حلو. يعني والبارح طبعا استقبلنا منتخب بلجيكا
وصلوا البارح بالليل. وطبعا انا يعني اود اشكر صراحه رجال وزاره الداخليه على راسهم مع النائب الاول ووزير الداخليه الشيخ معالي الشيخ طلال خالد على يعني تسخيره كافه الجهود الامنيه. فعلا يعني جهد يشكرون عليه 24 يعني قاعدين 24 ساعه وهم يعني سهرانين على 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 راحه اللاعبين والمقيمين، وكذلك طبعا وسائل الاعلام يعني على تغطيتها. يعني في لوجيستك كبيره انا ما ابي انسى احد صراحه. قاعد اشوف فيديو هذا الاستقبال اللي صار حق المنتخب البلجيكي، هذه طبعا طياره نعم هذا فيديو شوف احنا تاتش داون تو كويت الحين الحين توهم واصلين الحين دشوا الكويت نعم هذا شوف طبعا هذا من التلفزيون البلجيكي لحظه وصولهم استقبال ايضا بالورود حلو ممتاز. طيب التجهيز ايضا للمباراه تجهيز مهم جدا بالاستاد استاد جابر اكيد الدولي راح تكون المباراه واستقبال كل يعني من يرغبون في مشاهده المباراه مباشره في الاستاد. الاجواء هذه يعني مهمه جدا للمنظمين كلمني ايضا عن هذه الاجواء. والله شوف يعني في البدايه يعني الكل عارف الحين حاليا الاستاد تم طرح مناقصه وتحت شركه اللي هي اليو اف ام هي اللي ماسكه الاستاد وكذلك بالتعاون مع الهيئه العامه للرياضه والاتحاد الكويتي. يعني صراحه يعني احب اشكرهم الكل متعاون لإنجاح هذا الحدث سواء من القطاع الحكومي ولا القطاع الخاص. فعلا. يعني مسخرين كافة الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث مثل ما قلت لك، فالحمد لله في خلية نحل قاعد تشتغل. ما شاء الله. وفي جنود مجهولين والله العظيم يعني يمكن أنا ما أعرفهم. أي. بس هم يعني متطوعين وحابين يعني ينجحون هذا الحدث حبا في الكويت صراحة. أنت قلت من ست شهور شغالين على التجهيز. لا. التجهيز محاولة إقناع بلجيكا. محاولة. يقول الكويت وصير. بس كتجهيز. كتجهيز لا والله يعني للأمانة الكل. يعني شغال على قدم وساق ننجح هذا الحدث. قلت لك لا الكويت تستاهل صراحه فعلاً. ان تقام مباراه مثل هذه بهذا الحجم ورأي يستمتع فيها الجمهور الكويتي. فعلا بخصوص الجمهور الكويتي واللي حاب يحضر هذه المباراه، شنو الامور التنسيقيه اللي تمت او راح تتم حتى الواحد يحصل على التيكت ويدخل يشوف هذه المباراه؟ هو طبعا احنا يعني عملنا دعايات كثيره تغطيه لهذه المباراه سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ومن غير التويتر والامور هذه كلها صحيح. سناب صحيح. انا شوي ترى ماني زود بالتكنولوجيا وكذلك بالشوارع يعني فعلا. طبعا هم في موقع خاص لهذه المباراه، اي يعني واحد يدخل الموقع يحصل يعني حتى لو يبي يكتب في جوجل مباراة ولا تذاكر منتخب بلجيكا ومصر تطلع له يعني يدخل على يدخل على الموقع ويشوف يختار الكاتيجوري اللي يبي. طبعا اسعار متفاوته طبعا يعني حاطينها متناول اليد، فالحمد لله في اقبال كبير خاصه بعد وصول النجوم. شفنا صار ضغط على طبعا محبين عاده اختقاده ايش يصير ساعات يعني الناس مع يعني مع ما خالف انا ترى باخذ راحتي ساعات الناس يقولون بني بفلان وعلان وما اعرف ايش وتفاجئون انه ما هم موجودين. فدائما لاست مينت هذه لما يشوفون بعينهم وما تلومهم يعني ناس فعلا ما تلومهم، وخاصه انه يعني كان عشاق النجوم مثل محمد صلاح وغيره لما يشوفون بالتلفزيون غير لما يشوفون بالواقع. وهذه الرؤيه قد تكون نادره احيانا. نعم نعم. في مواسم مثل المواسم انت ذكرت قبل شوي وشكرت وزاره الداخليه كتعاون معكم في التنظيم الاستقبال وغيرها، في جهات ثانيه شاركت معاكم في كجهات دوله؟ اكيد انا قلت لك انا ما خفت انسى احد، يعني وزاره الصحه مشكورين صراحه يعني موفرين الاسعافات سواء عند الفنادق تامين يعني سلامه اللاعبين. ممتاز. يعني مو بس اللاعبين يعني البعثه كلها. وكذلك قلت لك انا وزاره الاعلام يعني على راسها معالي الوزير يعني وعلى تواصل معي صراحه. فعلا. يعني دائما يقولون شوف ابو عبد الله شنو فتحوا له الابواب. فعلا فعلا لان هذا الحدث ان شاء الله يعني قلت لك على مستوى الكويت صراحه يعني فعلا فعلا نعم. اسم الكويت قبل كل شيء، فبالتالي الواحد يشتغل علشان الكويت ورفعت اسمها، فنتمنى ان شاء الله التوفيق للكل والجميع. وما نبي بس هذه المباراه، نبي مباراه ثانيه بعد ان شاء الله خير للكل. اي والله وان شاء الله بالكويت يحلون علينا. يا هلا ويا مرحبا فيهم والناس تستمتع بوجودهم. شكرا لوجودك. حياك الله. مشكورين. شكرا ابو عبد الله، عسى الله يوفقكم. الله يسلمك. وانا واثق من نجاحات ان شاء الله
يحسمها في هذه المباراه ومباراه قادمه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شكرا شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا الكرام كل الشكر ضيفنا الكريم السيد مؤيد الشهاب رئيس اللجنه المنظمه لمباراه مصر وبلجيكا يوم الجمعه الواحد ان شاء الله. فاصل قصير الساعه 6 الساعه 6 بعد تحديدا يقول الساعه 6 يوم الجمعه ان شاء الله 18/11 الموعد الساعه 6 تحديدا لهذه المباراه المهمه. فاصل قصير ومن ثم نختم البرنامج.